التحية تستمر والترحيب يستمر بكل الأخوان المشاهدين والمشاركين في أرضية هذا الميدان لانطلاقة هذه الأشواط الصباحية الخاصة بسن ليذا، حيث ينطلق ثاني الأشواط وضمن الجولة الأولى والخاص بالأفكار المهجنات، بعدما تابعنا مزون غنام بن عبيد بن غنام المزروعي سجلت 7:45 أبدعت في انطلاقها في الأمتار الأخيرة بعد المنافسة التي شاهدناها في المحليات، لتأتي المهجنات أيضا بمنافسة قوية. متمنين التوفيق للجميع. هذا شوط المهجنات بقيادة انذار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي ياتي على مقدمة هذا الشوط بتقديم منذر. ننتقل إلى قيارة أحمد بن سيف الزفين المهيري يقدم انطلاقة وجود قيارة من تتواجد أيضا في هذا الانطلاق مباشرة إلى المركز الثالث. هذه خود عمار بن حمد بن غلام البلوشي يتقدم بوجود خود المحتلة للمركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هذه تذكار محمد بن مبارك بن يمعى بن كلثم الخيالي يقدم تذكار في المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد مناورة طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي من يقدم انطلاقة مناورة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. وصلت أيضا مثل سيب خليفة بن عمان المهيري من الجانب الآخر، بدأت التدخلات السريعة هنا، تدخلت أيضا في هذه اللحظات المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، تبادلت المراكز، بدأ الكل أيضا ينتقل من مركز إلى مركز متقدم. هناك التماس سالم بن سعيد بن سالم النعيمي وشعار أيضا من الجانب الآخر، شعار طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي من يأتي في المركز السادس في هذه اللحظات. سابعا تذكار محمد بن مبارك بن يمعى بن كلثم الخيالي المركز الثامن، المنضمة أيضا والمتدخلة ضمن المراكز المتقدمة، تبادل سريع ما بين المراكز الأولى، أخذ لقطة لكل الأفكار المشاركة، عطنا صورة واضحة، عطنا أيضا لقطات جميلة تأتي من الأول حتى المركز الأخير في هذا المسار وتحديد مواقع هذه الأفكار المبدعة في سن الإذاع. هذا السن يسمى سن الإذاع ويسمى سن الإبداع، لما نشاهد من إبداع سواء في أرضية هذا الميدان أو مع هذا السن في كل السباقات، حيث قيرت إلى مقدمة هذا الشوط المستشار خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. ياتي أبو عبد الله من أحد أبناء هذا الميدان ممثلهم دائما كذلك في المحافل الرياضية والتراثية والسباقات، ياتي أبو عبد الله مقدما هذا الاسم في هذا الانطلاق، بينما أيضا بن عمان من أحد أبناء هذا الميدان يتقدمون على المركز الأول والثاني. مثل تتواجد في هذه الانطلاقة سيب خليفة بن عمان المهيري من يأتي بانطلاقة وجود مثل التي تتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. تدخلت التماس سالم بن سعيد بن سالم النعيمي، بدأ بالحوار المبكر، بدأ بالانطلاق المبكر، بينما المركز الرابع هذه الحدرة أحمد بن سالم بن طويرش العفاري يتقدم بوجود الحدرة، خذت المركز الرابع حذاري من الحدرة قادمة من المصانع الجنوبية ليتقدم بأرضية هذا الميدان بوجود الحدرة، بينما ننتقل إلى المركز الخامس. هذه تذكار وصلت تذكار محمد بن مبارك بن يمعى بن كلثم الخيالي يتقدم مع وجود تذكار في هذا الانطلاق، كذلك انذار في المركز السادس لابن بيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقدم انطلاقة انذار متقدمة في هذا الانطلاق. المركز السابع شواهين حمدان بن يابر بن هياي المنصوري، المركز الثامن
تاتي مناوره. طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي يقدم هذا الاسم، بينما المركز التاسع تتواجد كهرمان احمد بن سعيد بن زايد المزروعي، والمركز العاشر الذيبه سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. هذه النتيجه، هذه العشر المراكز من جديد، ولكن اقتربنا من لوحه التنبيه والتحذير بما تبقى من مسافه هذا الشوط. 1200 يا ابو عبد الله، 1200 يا ابو عبد الله، هذه تتقدم يا بن عمان. الاسماء القويه المنطلقه ما تبقى من نهايه هذا المسار. المستشاره على مقدمه هذا الشوط، بدا حماس ابناء الميدان، مشجعين وموازرين لكل الشعارات التي تركض باسم ابناء الميدان. دائما ياتون المشجعين الاخرين بايضا الموازره، هذا بن ياعد مع المستشاره، ولكن اليوم بن كلثم ياتي بتذكار محمد بن مبارك بن يمعه بن كلثم الخيلي، ياتي بتذكار تذكار تذكار تذكار. تتقدم بمنافسه المستشاره في امتار اخيره، في امتار مديره، في امتار تاتي فيها الايداع بالابداع. المستشاره تقود الشوط مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، وتاتي على صداره هذا الشوط خليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري، تذكار محمد بن مبارك بن يمعه بن كلثم الخيلي. تتقدم في المركز الثاني، والثنتين ما اصدروا عليهن الاوامر، الثنتين عصيهن في البطان، ما حركوهن فقط من خلال السماعه لاني اسمعها عن قرب جيدا ما بين الثنتين، ولكن طارت المستشاره تحركت تذكار، طارت المستشاره تحركت تذكار. يا هي امتار اخيره، يا هي منافسه ما بين الثنتين، انفردا انفراد كلي. هذه المستشاره بسجلاتها السابقه وانجازاتها التي حققتها في ارضيه هذا الميدان في هذا الموسم، وبالتحديد في الاسبوع الماضي، وبالتحديد في السباق الماضي. المستشاره، تهانينا لخليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري على فوز المستشاره بالمركز الاول، تذكار في المركز الثاني، محمد بن مبارك بن يمعه بن كلثم الخيلي المركز الثالث، كانت كهرمان احمد بن سعيد بن زايد المزروعي المركز الرابع، دوله لعلي بن خالد بن عويده توقع صاحبه المركز الرابع او 29 لاحمد بن سالم بن طويل الشلعباري، والمركز الخامس مثل مع بن عمان المهيري. التوقيت 7:40 هو توقيت المهجنات، بايضا فوز المستشاره.